طيب دلوقتي عايزين نبتدي بقى نتكلم على الكاركترستكس بتاعت السيجنالز، ونتكلم ان احنا ازاي تكلاسيفاي السيجنال بتاعتنا ونعرف الكاركترستكس بتاعتها ايه بالظبط. اوكي، فلو احنا قلنا ان احنا عايزين نصنف السيجنال بتاعتنا يا اما ايفن يا اما اود، الكلاسيفيكيشن ده بيسكلي مبني على الايكويشن دي، اكس اوف تي از ايفن when x of t بتساوي x of minus t. مفيش اي حاله تانية، لو الايكويشن دي ما بتحققش يبقى لا يمكن السيجنال بتاعتها تبقى ايفن. يعني السيجنال at x of x at 1 مثلا لازم تساوي x at minus 1. اوكي، لو هي odd يبقى معنى كده بتكلم على x of t تساوي ناقص x of ناقص t. يعني معنى ان انا مثلا لو عندي سيجنال at 1 بتساوي 1 يبقى x of minus 1 بتساوي ناقص 1. اوكي، فطبعا احنا بنتكلم على دي كونديشن بتاعت الايفن وبتاعت الاود. لو هي مش بتحقق اي واحده من التو ايكويشنز دول يبقى هي نوت ايفن اور اود، ودي حاجات طبعا الموست جنرال كيس طبعا، او الجنرال كيس اللي موجود عندنا في السيجنالز، اللي هي اللي تبقى كده ولا تبقى كده. اوكي، طيب لو فرضا عندنا سيجنال دلوقتي وعايزين نعملها دي كومبوزيشن ان تيرمز اوف ايفن واود بارتس، دي نعملها ازاي؟ اي سيجنال في الدنيا نقدر نحطها في صوره y of t بتساوي y even of t زائد y odd of t. يعني كل سيجنال مكونه من كومبوننت even وكومبوننت odd. الكومبوننت الايفن دي باي ديفينيشن بتساوي 0.5 y of t زائد y of minus t. اوكي، الكومبوننت الاود بتساوي 0.5 y of t ناقص y of minus t. اوكي، فاحنا لو احنا عندنا اي سيجنال في الدنيا وعايزين نحسب لها الايفن والاود بارتس بتاعتنا، ممكن بالبساطه نستعمل الايكويشنز دي ونحسب الكومبوننتس الايفن والاود. لو عندي فور اكزامبل السيجنال بتاعتي عباره عن كوزاين توايس باي تي بلس ثيتا، اوكي، بيسكلي الثيتا دي حسب قيمتها يعني بتحدد لي اذا كانت هي ايفن ولا اود. لو كانت ثيتا دي بتساوي مثلا 10 ديجريز مثلا، اوكي، يبقى معنى كده اللي هتكون ايفن ولا هتكون اود. اوكي، لو بتكلم ان زي ثيتا بتساوي 0 يبقى ساعتها دي كوزاين سيجنال، يبقى معنى كده بالتاكيد هتكون ايه؟ هتكون ايفن. طب لو هي باي على 2، باي على 2 يبقى معنى كده الكوزاين دي اتحولت لساين، والساين دي باي ديفينيشن هي اود سيجنال. اوكي، فدي طبعا من الحاجات اللي احنا بنجرب فيها. طبعا لو هي غير كده، لو هي الثيتا ما بتساويش 0 او مالتيبل من باي على 2، يبقى معنى كده احنا بنتكلم ان هي لا هي ايفن ولا هي اود.